السلام عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. اهلا بيكم هنا في استوديو صوت الناس. ايه الفرق بين الوطني واللي بيدعي الوطنيه؟ ايه الفرق بين اللي بيشتغل عشان مصالح شخصيه وانه يبقى عنده مجد شخصي واللي بيشتغل علشان وطن؟ اللي بيغني باسم الوطن والوطنيه وهو ما يعرفش عنهم حاجه، واللي بيشتغل بجد عشان الوطن ده، الفرق بسيط جدا. تعال شوف مين بيستفيد وبيستفيد ايه، وشوف مين بيدفع الثمن، وشوف مين عايش ومتنعم. تعال شوف اللي بيقول لك الوطن واستحمل وكل اي حاجه واربط على بطنك علشان البلد تعيش، وشوفه هو عايش ازاي، وشوفه بياخد فلوسك وفلوس عيالك ومستقبلهم يرهنهم لصالح مين. الوطنيه مش صوت عالي ولا عنجهيه ولا غنوة ولا حدوتة ولا موقف ولا مرياسة ولا وجاهة تتواجه بيها قدام الناس. الوطنية انك تحب بلدك بجد فين ما كنت وايا كانت قدرتك، انك تقف تقول كلمة حق حتى لو انت مستضعف، حتى لو في حد بيلوي دراعك، حتى لو في حد بيستقوى عليك بالباطل، بس لازم تقول كلمة الحق عشان انت بتحب الوطن ده، عشان انت حتى اللي بيظلمك عايز له مستقبل افضل ليه ولعياله. ده فرق بسيط بين الوطنجي والوطني الحقيقي. الفيلسوف الامريكي نعوم تشومسكي قدم للعالم 10 نظريات بيتم استخدامهم من قبل الدول والانظمة علشان يسيطروا على الناس ويتحكموا في الشعوب. منها مثلا اسلوب اسمه اسلوب الالهاء. عارفين الالهاء؟ او اختراع مشكلة وانك تعمل المشكلة وتوجد لها حلول على قد ما تخليش الناس تسرح لبعيد. حاجات تانية كتير من الاستراتيجيات اللي قال عنها نعوم تشومسكي، بس انا عايز هنا اركز معاك على استراتيجيتين، اتنين من الاستراتيجيات دي. هنسيب التمانية ونركز على اتنين، دول مهمين جدا محتاجين نقف معاهم في حالتنا اللي بنعيشها في مصر عشان نفهم السيسي والاشكال اللي حواليه عايزين من الشعب ايه وبيتعاملوا معاه ازاي. الاستراتيجية الاولى بيسموها تشجيع الناس على الرضا بالجهل، تشجيع الناس على الرضا بالدنية. والاستراتيجية التانية بيسموها ترسيخ لوم النفس في عقول الشعب، دايما لوم نفسك انت الغلطان مش النظام. الفكرة من الاستراتيجيتين دول انك يبقى عندك نمط، تبقى انسان جاهل ومقتنع بان اي شيء بيحصل في حياتك طبيعي وما هوش غلط. يعني تقول للناس وتقول لنفسك هو ايه المشكله، يعني اللي احنا عايشين فيه ايه المشكله. لما تبدا تنفصل عن الواقع، لما تبدا ما تستغربش الغريب، لما تبدا ما ترفضش الحاجه الغلط، يبقى انت عندك مشكلة. هو عايزك كده. يعني مثلا تقول لنفسك او تقول للناس اللي حواليك فيها ايه يعني، لما يحصل حاجة تلاقي واحد يقولك ما فيهاش حاجة، ومين اللي مش عاجبه ده، هو يعني كان يعرف حاجة، انتوا تعرفوا اكتر من الحكومة، هو يعرف اكتر من الناس اللي ماسكين البلد. ولما يبقى فيه نوع من الغضب والسخط من الوضع العام، يبقى الطبيعي انك تلوم نفسك. هو عايزك تلوم نفسك، ما تلوموش هو، تلوم نفسك وتحس انك انت بنفسك ولوحدك السبب في المشكلة دي، مش اي حد تاني. في الحقيقة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر مش بس عايز الناس تبقى جهلة وترضى بالجهل ده، لا، السيسي راح لأبعد من كده بكتير. بمساعدة اعلامه واجهزة القمع اللي في ايديه، عايز حتى يغير استراتيجيات نعوم تشومسكي ويعمل حاجة جديدة. عايز يعمل نظام بتاعه هو، عايزك ترضى بأي حاجة. نظام السيسي عايزك تبقى نمط، عايزك تبقى نسخة، عايزك تمشي حياتك وتسستمها عليه هو، عايزك ترضى بالدنية وترضى بالقليلة، عايزنا نعيش في الحوجة والعوز بشكل طبيعي وما نقولش لا وما نتذمرش وما نغضبش وحتى ما نتضايقش. عايزك تقتنع وتقول دايما هو ايه يعني، ايه يعني، ايه يعني لما ما نلاقيش ناكل،
ونبات من غير عشاء. ايه يعني لما اللحمة تدخل بيتنا مرة واحدة في السنة في العيد مثلا؟ طب ما السيسي اهو قعد 10 سنين تلاجته ما فيهاش غير مية بس. ايه يعني لما مية النيل ما تجيش ونحل مية البحر ونكرر مية الصرف ونشربها ونزرع منها؟ تلاقيه بيقول لك وايه يعني، ايه يعني يا عم لما الكهرباء تقطع علينا بالثلاث اربع ساعات؟ طب ما هي بتقطع في العالم كله وحتى في امريكا. وتلاقيه لما تيجي تكلمه يقول لك يعني ايه يعني يا عم لما يبقى علينا ديون لطوب الارض؟ الله، مش احنا بنبني بلدنا؟ وايه يعني لما السيسي يبني قصور؟ هو بيكتبها باسمه يا اخي، ده بيكتبها باسم مصر. وايه يعني لما نستحمل ونصبر 10 سنين ولا 20 سنة؟ وايه يعني لما نتهان في اقسام الشرطة ونتضرب ونتسحل ونتعذب ونموت؟ وايه يعني لما يبقى فيه طبقتين في البلد، سادة وعبيد؟ ما هي دي يا عم سنة الحياة، ناس فوق وناس تحت. ايه يعني، ايه يعني لما البلد تبقى خربانة والناس مش لاقية تاكل؟ مش كفاية يا عم ان في بلد اهو، اهو احنا احسن من غيرنا واحسن من سوريا والعراق وليبيا والسودان و و و و في مواطن كده هتشوفه هتكلمه وتقول له الجوع يقول لك وايه يعني لما نجوع؟ يا سلام، مش كفايه الامن والامان يا اخي؟ وايه يعني لما ما نلاقيش مستشفى نتعالج فيها، ولا نلاقي مدرسه، ولا نلاقي تعليم كويس ببلاش لعيالنا او تعليم مجاني لاولادنا؟ ايه يعني يا اخي؟ ويبدا يقول لك ده في بلاد حوالينا قاعدين في الخيام بيتهجروا مش لاقيين بيت يقويهم، ايه يعني احمد ربنا يا اخي؟ تكلموا في حاجه تانية يقول لك يبقى احنا يا عم احسن من الناس دي بكتير، احنا احسن من الناس اللي قاعده في الخيمه دي، احنا الحمد لله عندنا وطن. ايه يعني لما يبقى في شويه مشاكل؟ وهكذا. لازم تعتبر الوضع الاستثنائي السيء الفاشل وضع طبيعي وعادي، لازم تتعامل معاه على ان هو ده الاصل، بل هو ده الافضل ليك في الحياة. فكرة بقى انك عايز تعيش في بلدك مرتاح زي مثلا اخوك المواطن العربي اللي شبهك واللي زيك واللي اسمه زيك عايش في دبي ولا عايش في الكويت ولا في قطر ولا في البحرين ولا في السعودية ولا لا 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 لا, لا. ده عيب. هو عايزك توصل ان ده يبقى الغريب، الغريب ده الغريب واللي مش طبيعي، واللي مش طبيعي واستثنائي يبقى هو الطبيعي. يبقى طبيعي انك تتهان وتتقتل وتتعذب في اقسام الشرطة وفي الشوارع، لكن انك تتعامل معاملة كريمة ده استثناء، ده مش اصل، دي حاجة كده مش بتحصل. انت عايزة تحصل ولا ايه؟ ويقول لك اه هم قتلوا بس احمد ربنا ان عندك شرطة قوية، مش مشكلة بقى لو استخدمت قوتها دي ضدك او ضد عيالك او ضد اهلك، المهم يكون عندك شرطة قوية. ليه؟ لأن هو في مواطن انهزم داخليا خلاص، هم عايزين كده، لأنك في النهاية مجرد رقم. ولازم أيها المواطن تقتنع أنك رقم وهتفضل رقم، بالمناسبة يعني رقم ملوش قيمة عند اللي بيحكمه ولا ليه أهمية قصاد قيمة الوطن. شو بيقول لك كده؟ ده رقم، اللي في السجن رقم، وكلنا أرقام، كلنا أرقام متسجلة. هتسمع الكلام هتبقى رقم مميز، رقم بنجمة، مش هتسمع الكلام هتبقى رقم مغضوب عليه. نعذبك، نعذب أهلك، نسجنك، نقتلك، وده ممكن يحصل برضو لأهلك. يا تبقى معانا وفي صفنا ونحط لك نجمة على الرقم، يا تبقى ضدنا ومش معانا، ويعني نوبك مننا كل اللي تتوقعه واللي ما تتوقعوش. انت في الاول وفي الاخر عند النظام رقم، مش اكتر من كده.